Ustadhi Hamid Hilali, njoo usome tena. Njoo usome tena Sheikh Hamid Hilali. Njoo usome tena kwa sababu nyinyi ndio masinia wa kipindi hicho mpaka na sisi tumekuja kuchukua kutoka kwenu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا Oh!
صدق الله.